رجعنا ليكم مشاهدينا مرة تاني بعد الفاصل، وجالنا استغاثة الحقيقة من خلال البرنامج في النور. سيدة بتوجهها للرئيس السيسي لأنها مصابة بورم سرطاني نادر وبتأمل في الحصول على الرعاية الصحية، فهي بعتت الاستغاثة لبرنامج في النور، وإحنا بدورنا يعني بنوجه الاستغاثة للرئيس السيسي. السيدة إيفا كمال عندها 35 سنة، متزوجة وعندها طفلين، وبتعاني من مرض سرطاني خبيث نادر جدا، بتصنف الحالة رقم 26 على مستوى العالم، وده لأن المرض اللي عندها هو مرض نادر جدا، وبالتالي يعني بيطالبوا الرئيس السيسي هي وكل عائلتها إن هو يعني يتكفل بعلاجها على نفقة الدولة. نعرف تفاصيل أكتر عن حالة إيفا، ونعرف بتعاني من إيه، من إمتى، كل التفاصيل. وبنستقبل معانا عبر الهاتف أستاذة ميري شقيقة إيفا. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور، بنرحب بيكي. اهلا وسهلا، انا مال كمال اختي ايفا. اتفضلي. انا هوضح عليها. الو، سامعينك، اتفضلي قولي لنا اكتر، ايفا بتعاني من ايه؟ بقى لها قد ايه عندها المرض ده؟ يعني ليه هي رقم 26 على مستوى العالم؟ ايفا المرض معاها من شهر 2، بس احنا عملنا فحوصات وتحاليل وعرفنا المرض شهر 6، وعملت عمليتين، وعلى اساس ان احنا نشيل الورق او نشيل جزء علشان نعرف نقدر نعالج الورق. لسه بتتعرفوا على طبيعه المرض؟ يعني في شهر 6 كنتوا لسه مش عارفين الورم ده ايه بالظبط؟ لا، شهر 6 عرفنا. وعملت عمليه في شهر 6 لان الورم كان ماسك العمود الفقري. كان تقريبا 7 سنتي. عملنا عمليه وشلنا الورق، بس رجع اضعافه، هو حاليا في 12 سنتي في ظهرها، وانتشر في كذا مكان تاني في جسمها، وهو نوع نادر، ويعني نوع سرطان شري. واسمه ميلانوما. فطبعا الدكاتره قالوا لنا ان هي مالهاش علاج، فقلنا بالناشي ان احنا لو يكون ليها علاج حتى لو بره مصر، احنا عايزين ننقذها، لان هي دلوقتي ما بتمشيش نهائي. وعايشه على المسكنات. لدرجة إن هي دلوقتي ما بتتكلمش. يعني حالتها بتشوف زيادة. يعني ميري، أنتوا طلبكوا بنطلب مساعدة مادية، إحنا بنطلب مساعدة إن إحنا يكون ليها علاج أو يكون ليها تصرف، لأن الحالة هي بتموت قدامنا وإحنا مش عارفين نعمل أي حاجة. يعني ربنا يشفيها طبعا، ولكن أنتوا كده طلبكوا مساعدة؟ بنوصل صوتنا لحتى بره مصر. يعني يا ميري، انت بتطلبي مساعدة لإيفا لو حد يقدر يساعد، او كمان بتطلبوا من الرئيس ان هي تتعالج على نفقة الدولة؟ بالضبط كده، تتعالج، لان علاجها هي دلوقتي قاعدة في مستشفى خاصة وبتصرف كتير قوي، ويعني عدت، لان احنا عملنا عمليات كتيره، والموضوع بقى زياده قوي، وما فيش اي حد بيساعدنا، واحنا بنطلب، يعني احنا عايزين صوتنا يوصل لبره مصر، لان طبعا اللي احنا عرفناه ان ده نوع نادر، يعني 26 حاله على العالم. يعني انتوا اتاكدتوا ان ده خلاص نوع نادر وملهوش علاج في مصر؟ بالظبط. تمام يا ميري، يعني احنا بدورنا بنوجه طبعا مناشدة لأي حد يقدر يساعد، بكل تأكيد يقدر يتواصل معانا، أو كمان بنوجه صوتكم للرئيس السيسي إن يتم معالجة إيفا على نفقة الدولة. أنا بشكرك على اتصالك. خلينا نتعرف أكتر على الحالة الطبية من خلال الطبيب المعالج الدكتور كريم مشهور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم.
اهلا وسهلا بحضرتك. لو حضرتك تقول لنا التفاصيل الخاصه بالحاله ديت، ايه المرض بالظبط وايه الاعراض؟ تمام. يعني اذا بتعاني من ورم اسمه ورم صبغي، اللي هو بالانجلش اسمه ميلانوما. الميلانوما دي يعني طبيعتها ان هي في العادي بتيجي في الجلد ده، وده النوع السائد في العالم كله يعني. انما هي عندها نوع جاي في العظم، فده يعتبر ورم نادر جدا هو يتشخص بدل التشخيص انه جاي في العظم. في الحقيقه انا ما كنتش متابع الحاله من اولها، بس انا يعني طبعا اتشرفت بيها من حوالي شهرين. كانت القصه كلها ان هي جايه لي بعد ما كانت عامله عمليتين، لسبب ان الورم كان ضاغط على النخاع الشوكي، والسبب ان هو كان واخد علاج اشعاعي تقريبا وما كانش فيه اي استفاده من العلاج. فلما جت لي اقترحت عليها ان احنا ناخد حاجه اسمها علاج مناعي، هو علاج مكلف شويه. وفعلا هم كاسره عرفوا ان هم يعني يوفروا هذا العلاج. اخذنا 6 جرعات منه، وده علاج موصوف للميلانوما اكثر بتاعه الجلد مش بتاعه العظم. بس احنا عشان ما فيش ارشادات علميه واضحه للورم ده، انه ورم نادر، فاحنا اتبعنا الارشادات اللي بتاعه الجلد. طيب العلاج في الاول حصل تحسن، بعد كده بعد ما عملنا التقييم بتاعنا للاسف يعني اراده ربنا حصل ان الورم طبعا كان زاد تاني، وابتدى ياثر تاني على موضوع الحركه ان هو ضغط على النخاع الشوكي، وحصل انتشار للمرض. يبقى طيب. بقى لها فتره محجوزه في مستشفى. الحاله للاسف يعني الدنيا مش احسن حاجه قوي، ان الورم طبعا انتشر بشكل شرس جدا. بنحاول ان احنا نعمل لها اقصى حاجه في المستشفى، بس من غير علاج الدنيا طبعا بتزيد. طب هو العلاج دلوقتي ايه اللي متاح يعني لعلاجها يا دكتور؟ المتاح برضو علاج مناعي، يعني علاج مناعي من يعني من نوع اخر، اثنين بيستخدموا مع بعض. يعني هل هو بيجيب نتيجه؟ ما حضرتك قلت انه رغم انك استخدمته ما جابش نتيجه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، ان احنا خدنا الخط اللي هو التقليدي جدا ومع ذلك لم يحصل. طيب يبقى فين العلاج حاليا؟ ما انا ما عنديش اي ضمانات ان انا لو اديت اي العلاج المناعي الثاني انه ممكن يحسن الامور. طب وهل في علاج خارج مصر زي ما كانت اختها بتقول؟ هو العلاج متاح يا فندم، موجود في مصر. موجود في مصر. موجوده في مصر. بس مش موجوده على نفع الدوله، يعني ده حاجه يعني ادويه مش موجوده على. طب هو غالي يا دكتور؟ غالي يا فندم، غالي شويه. بس هو حضرتك قلت دلوقتي، بس عشان نبقى محددين المشكله، حضرتك قلت انكم جربتوه ما جابش نتيجه على حاله ايفا. احنا جربنا نوع اخر من يعني من هذه العائله من الادويه اللي هو اسمه العلاج المناعي. ففي نوع تاني اغلى عايز حضرتك تجربه؟ عشان ده الحل اللي احنا ممكن ان احنا يعني ده الحل الوحيد اللي قدامنا في الحاجه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريم مشهور، طبيب الأورام المعالج للسيدة إيفا. الصورة أعتقد أنها وضحت، في علاج موجود في مصر لكن غالي، فاللي يقدر أن هو يساعد السيدة إيفا طبعا يبقى كتر خيره، ونتمنى أنها تقوم بألف سلامة، ويعني نتمنى السلامة للجميع. خلينا نخرج لفاصل قصير، من بعد نرجع لحضراتكم نتكلم مع دكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والأستاذ إيهاب مكرم المحامي بالنقض عبر خاصية زوم هيكون بينضم لينا. هنتكلم معاهم عن موضوع مهم جدا هو عمالة الأطفال. من فترة كنا بنتكلم عن قانون العمل الجديد اللي هيكون إن شاء الله الفترة اللي جاية بيخرج وبيبصر النور، وهنكون الفترة أو في الفقرة الرئيسية بنتكلم عن البند الخاص بعمالة الأطفال اللي القانون اتكلم عنها، أنه ما ينفعش نشغل طفل إلا بعد 15 سنة ويجوز تدريبه عند 14 سنة. كل البنود دي هنتكلم عنها مع ضيوفنا الكرام. بنفكر حضراتكم بسؤالنا النهاردة، كلمونا عن رأيكم في عمالة الأطفال، إيه أبرز الحالات اللي بتشوفوها قدامكم في طرقكم في محيطكم السكني اللي أنتوا عايشين فيه، وإيه أبرز الملاحظات اللي بتلاقوها والأعمال اللي بيشتغل فيها الأطفال. شاركونا من خلال مداخلات الهاتفية وكمان على الفيسبوك من خلال البث المباشر اللي متاح عليه التعليق. لحظات وراجعين لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا.